عالم الصباح محطتنا تالية مع كاتيا بوقتها وكل يلي كانوا عم بيتابعونا خلال شهر رمضان رح تنتظروا هلا النتائج للمسابقة. صباح الخير. صباح الخير غدا، كيفك كاتيا؟ الحمد لله تمام. بعد عليك بانه ما شفناك من بهاليومين، وانا بعيدك بعيد كل المشاهدين يلي عم يتابعونا وكل الاكيب الموجود اليوم معنا بعالم الصباح. اليوم وصلنا من بعد العيد لختام المسابقه، ومثل ما وعدنا المشاهدين يلي خاصه يلي تابعونا بفتره رمضان وشاركوا بالمسابقه انه في جائزه بنهايه هالشهر الفضيل. فاليوم بهالحلقه رح نعطي الاجابات الصحيحه على الاسئله اللي طرحناها. كان عندنا اربعه؟ كان عندنا اربع اسئله لاربع اسابيع، ورح نعلن عن الرابحين. رح يكون في مسابقه لانه في عدد من الرابحين، اشخاص اكثر من شخص جاوبوا وكان عندهم اجابات صحيحه. اليوم رح نعلن عن الاسامي ورح نطرح سؤال مباشر على الهواء. اول شخص من هالاشخاص اللي شاركوا وربحوا بيجاوب بيربح معنا جائزة. لازم هلا لكن ينطرونا، لازم يكونوا عم بيتابعونا هلا لايف ليقدروا يجاوبوا. يكونوا عم بيتابعونا ينطرونا ويحضروا التليفون دغري بدهم يتصلوا فينا. لا رح يجاوبوا على صفحة الفيسبوك. على صفحتنا على الفيسبوك. نعم طيب. مطرح ما حطينا الأسئلة رح بلش. فإذا ارجع سكر بالأسئلة الأربعة يلي انطرحت ونرجع نحكي عن الإجابات ونذكر بالحلقات يلي حكينا فيها عن هالمواضيع يلي طرحت. فإذا الكومبيتيشن كانت على صفحتنا بوقتها على فيسبوك. إذا في أشخاص هلا عم بيتابعونا بعد ما عملوا لايك لصفحة بوقتها، يلا ما تأخروا، فوتوا على صفحة بوقتها على الفيسبوك وعملوا لايك. وأنا أكيد هون بدي وجه تحية للارين يلي ما أطلقنا فكرة الكومبيتيشن، وتحية للجواد أبو جودي يلي هو حضر الأنيميشن يلي رح نشوفها اليوم لإعلان النتائج. فإذا على صفحة الفيسبوك طرحنا أول سؤال ب 23 جون، وكنا دائما عم نستعمل الهاشتاج بوقت عالم الصباح رمضان، ثلاثة هاشتاج. أول سؤال كان the number one social media in Lebanon is، أعطينا ثلاث احتمالات تويتر فيسبوك وإنستغرام. عدد المشاركين كان كبير بأول حلقة، في كثير ناس جاوبوا، 19 إجابة من بينهم 13 إجابة صحيحة. يلي هو الجواب هو ترارارام. فإذا بين فيسبوك انستا وتويتر اكيد فيسبوك. فيسبوك هو بعده نمبر 1 اليوم، مش بس بلبنان، بكل الدول العربيه بحسب العرب سوشيال ميديا ريبورت اللي بيعملوا كل سنه ريبورت عن سوشيال ميديا بمنطقه الشرق الاوسط، وبيقولوا انه الفيسبوك هو الاكثر شيء استعمالا. ليه الفيسبوك اليوم؟ لانه بعده هو البلاتفورم الاشمل، يعني انستغرام بنحط عليها الصور، تويتر بنحط عليها الاخبار السريعه. اكيد بلبنان انستغرام شبيبي اكثر شيء بحبوا انستغرام، بحطوا صور مونتاج هاشتاج اتسترا. على تويتر اكثر الناس اللي بحبوا يتابعوا الفنانين المشاهير او الاخبار السريعه بفوتوا على تويتر. بينما فيسبوك في عليه بنقدر نشوف اكيد الصور، بنشوف الفيديوز، بنشوف الاخبار، بنشوف مقالات بنقدر نقراها، وبنقدر كمان نفوت على جروبس حسب اهتمامات معينه، مثل ما بجوجل بلاس في عندهم كولكشن وغيرهم. بفيسبوك موجود كل هالشيء، وفي البيجز يلي هن كمان اذا بدنا نعمل حمله لبراند معينه لنقدر نتواصل مع الكوميونتي تبعنا. وعلى الفيسبوك بما انه في اكثر شيء عدد من الاشخاص يلي ممكن نتلاقى فيهم، يعني بما انه الكوميونتي كثير كبيره، فاذا انا بدي اتلاقى باشخاص او بدي اتواجه لعدد كبير من الناس اكيد رح لاقيهم اكثر شيء على فيسبوك لانه هي البلاتفورم الاشمل، واليوم تعودنا عليها كثير لدرجه انه الاشخاص يلي هلا عمرهم بيتخطى ال 50 وال 60 اذا هن موجودين على السوشيال ميديا موجودين على فيسبوك مينلي. فهو شامل، الاسهل، اكثر شيء ماتور تعودنا عليه، وفي عليه كل انواع الامور يلي ممكن نلاقيها على السوشيال ميديا موجودين على فيسبوك. فاذا بعده فيسبوك لليوم نمبر 1 بلبنان وبالدول العربيه. برافو لكل الاشخاص يلي جاوبوا صح على هذا السؤال. سؤالنا الثاني، السؤال الثاني كمان يلي طرحناه كمان على صفحتنا بوقتها، وكنا دائما عم نستعمل نفس الهاشتاج بوقتها عالم الصباح رمضان. ثاني سؤال طرحناه ب 30 جون، طلبنا من المشاركين انه يسموا سبعة سوشيال ميديا حكينا عنهم بوقتها. طبعا نحن كل اسبوع بنطرح موضوع له علاقه بالسوشيال ميديا، بس خلينا نشوف الاجابات. كان عندنا تسع اجابات من بينهم سبعه كانوا صحيحين مثل ما شايفين.
هاي الإجابات. أنطوان مثلا حط بس ثلاثة دوماج، كان ممكن يحط أكثر من هيك. خلينا إذا نشوف بعض السوشيال ميديا اللي حكينا عنهم يلي أكثر شيء جاوبوا وقالون بالإجابات: بينترست، تويتر، لينكدين، يوتيوب، واتساب، انستا، سناب شات، فيسبوك. طبعا في غيرهم كثير حكينا عنهم مثل جوجل بلاس، مثل فيميو وغيرهم. نحن اكيد بفتره اعطينا كثير تيبس خاصه بما يتعلق بالفيسبوك اللي هو اكثر استعمالا، ولكن صح. بكل حلقه عم نتناول واحد من هالسوشيال ميديا عم نحكي عنه وعم نجرب نحط مقارنات بين عدة أنواع سوشيال ميديا. يعني مثلا إذا كانوا اثنين يوتيوب، لما حكينا عن يوتيوب وفيميو اثنيناتهم بنحط عليهم فيديوز، شو الفرق بيناتهم؟ أي متى بستعمل يوتيوب، أي متى بستعمل فيميو؟ كمان هيدا عم نجرب نطرحه لحتى الناس تعرف تختار أي بلاتفورم يقدروا يفوتوا عليها ويستعملوا. صحيح صحيح. فأكيد السوشيال ميديا اللي طرحناهم هن كتار، كان بدنا بس منهم سبعة. كان في أكيد إجابات كتيرة. عندنا كمان سؤال. السؤال الثالث، طبعا هيدا لوجو بوقتها يلي حاطينه على البروفايل بيكتشر لكل السوشيال ميديا يلي نحن عم نخلقهم. ثالث سؤال كان كمان بوقتها على صباح رمضان: name three applications that helps you to find your lost phone that we talked about بوقتها segment. يعني نحن في حلقه حكينا فيها عن اذا حدا ضيع تليفونه كيف بيلاقي، شو بيعمل. ما بعرف بتتذكري شيء غادة عن هذا الموضوع؟ هذا الموضوع حكينا عنه، قلنا انه كثير مهم الوقايه، لانه اكثر الناس بيقولوا انه، او كل الناس بيقولوا انه بس يضيع تليفوني اللي بيكون سايلنت. ايه دائما بتسائب غايب بتسائب. ما بعرف ليش بتسائب هيك، بس اجمالا اذا كان التليفون سايلنت انا ضيعته، هلا هيني اذا ضيعته بالبيت وهو سايلنت، بس الاصعب اني ضيعه برات البيت او ممكن يكون انسرق. فانا هلا رح ذكر بالاجابات ورح ذكر شو هي الطرق يلي ممكن تساعدنا لحتى نلاقي التليفون. بس خلينا نشوف كمان الاجابات. كمان كان عندنا سبعه يمكن او ثمان اجابات وكانوا كلهم صحيحين. الجواب؟ الجواب هو نحن عرضنا ثلاثة أبليكيشن: Play, With My Droid and Lookout. بذكر أنه هول الأبليكيشن ضروري يكونوا موجودين على الفون قبل ما يضيع، يعني لازم يكونوا خلص وين باي باي، بيكون هرب اللي هرب وضرب اللي ضرب مثل ما بيقول المثل. بيمشوا إذا كان التليفون فيه بطارية، يعني إذا خلص بطاريته للتليفون كمان باي باي، فضروري يكون فيه بطارية. هلا في اشياء ممكن نعملها كمان وضروري انه نعملها لحتى نأمن على حالنا، يلي مثلا يكون عندنا باسورد، يكون تليفون باسورد بروتكتد، يعني انا حط على شاشة باسورد. هذا الشيء كثير ضروري لانه هذا الشيء اكيد بيقدروا يخرقوا الباسورد، ولكن هذا الشيء بيربحنا وقت. طبعا اذا انا حاطة هول الابلكيشن رح ذكر شو بيقدروا، كيف بيقدروا يساعدونا. براي بيقدر اذا ضاع تليفون بيقدر طلع شوف اول شيء على الخريطه هو وين موجود. يعني انا برجع بفتح براي على اللابتوب، بفتح الاكونت تبعولي براي.com على ويب سايت براي، بفتح ماي اكونت وبفوت وبقدر اعرف على الخريطه وين عم بتحرك الماي فون، كيف عم بيروح باي منطقه، باي منطقه موجود. بقدر كمان طلع من الفون حتى لو مطفي صوت الارم بصير يزمر كانه البوليس جايين، او بيقدر يطلع على الشاشه مسج. وشيء بقدر اعمله كمان مع براي هو اني بقدر اعمل لوك للفون، يعني حتى لو انا حاطه باسورد وخرقوا الباسورد انا بقدر اعمله لوك، خلاص ما بيقدروا بقى يفتحوا السيم الا اذا عرفوا الباسورد الخاص ببراي ليقدروا يفتحوا. هذا الشيء كمان بيأمنه كمان ويرز ماي درويد، تقريبا نفس البرنسيب بيشتغل بنفس الطريقة. لوك اوت فيه شيء زيادة انه هو بنفس الوقت انتي فايروس، فأنا بقدر استفيد منه بنفس الوقت لحتى يحمي لي الفون من الفيروسز، وبيقدر يساعدني لحتى الاقي ماي فون. هلا في حال ضاع وما كنا حاطين هول الابلكيشن، مش اخذين حذرنا، شو لازم نعمل؟ انت برايك ضاع شي مرة معك غادة التليفون؟ لحد هلا لا سافا ماشي الحال، ما ضيعتي؟ ايه اوكي. بالبيت هيك بس واحد بيرجع بيتذكر وين حطه، او اذا بيرجع بيلاقي، بس انه هيك ضيع كومبليتلي راح يعني واختفى لا بعد لا. ما صارت اليوم هلا ضيعه. لا ان شاء الله ما يضيع اليوم.
طبعا اول شيء فينا نعمله هو انه ندق على التليفون، نجرب ندق لحتى اذا كان مع حدا ممكن يكون مع حدا منه سيء يرد ويقلنا وين التليفون. هلا اذا كان مسكر التليفون شو لازم نعمل؟ فينا اول شيء ندق لسيرفيس بروفايدر، نحن اخذين الفون من اي شركه بندق لهم بيوقفوا لنا الخط، بنعطيهم بعض المعلومات اكيد بيوقفوا لنا الخط، بنرجع نقدر فيما بعد نستعيده. وكثير كثير كثير ضروري هو انه نفوت على اللابتوب ونغير اور باسوردز، لانه نحن على الفون ما بنحط باسورد كل مره نفوت على الفيسبوك او على الايميل او على حيلا اكونت خاص فينا خاصه على السوشيال ميديا، فبنقدر نفوت على اللابتوب ونغير اور باسورد. هذا شيء ممكن كثير يساعد. واذا كل هالامور ما مش الحال وما زبط ولا وحده منا شو بيعملوا؟ بيتصلوا اكيد بالنيابه العامه حتى تقدر تساعدهم، حتى هي تكون اكيد الباب باب الامل الاخير حتى نرجع نلقي الفون. السؤال الاخير يلي طرحناه كان بوقت عالم الصباح رمضان، طبعا حكينا لما بالحلقه يلي حكينا فيها عن الكلاود اعطينا اكزامبلز اكثر من نوع، بس في واحد حكينا عنه بالتفصيل شو هو. اكيد كان عندنا كثير اجابات، كمان كان عندنا 9 اجابات صحيحه وكلهم ذكروا دروب بوكس. دروب بوكس هو الكلاود يلي بيقدر يساعدنا انه مثل الفولدر كثير هين موجود على اللابتوب، بحط بقلبه كل الدوكيمنت وبيطلعوا كل الصور يلي انا بصورهم اوتوماتيكلي عليه، بيضلوا عليه عندي تقريبا ممكن يكون عندي 2 جيك بقدر احفظ فيه كل الداتا تبعولي الخاصه فيه. مين الرابحين؟ يا ترارارام، خليني ارجع اذكر بالهديه او اعلن عن الهديه. بعد ما اعلنا عن الهديه، بعد ما اعلنا عن الهديه اليوم يلي رح يربح معنا بهيدي الفقره وبهيدي المسابقه رح يربحوا مشوار كثير حلو رح ينبسطوا فيه على باترون فيليج، وهونيك في عندهم لشخصين كل شيء فول اكوموديشن، كل شيء مأمن لثلاث ايام. حلو، بدهم يقضون اكيد بهالصيفيه، صيفيه 2015، شخصين بيقدروا يروحوا يقضوا يومين كثير حلوين بباترون فيليج كلاب، وهونيك رح يكونوا عم بيقضوا ثلاث ايام حلوين للعمر ما بينسوهم. هي حلوه كثير باترون فيليج اكيد. فاذا مين هن الرابحين؟ بدنا نعرف هلا الرابحين. معنا 7 رابحين: اليس تامر، سليم عزار، رودريك منذر، رواد حسيني، هويدا عيسى، زلفا سلامه، وهنيرا سالونك. فاذا 7 اشخاص جاوبوا صح على الاربع اسئله بكل هالفتره. أوكي. يلي رح يربح معنا اليوم رح نطرح عليه هلا سؤال على الفيسبوك وبده يجاوب صح على هذا السؤال كمان. اوكي، اذا جاوب اول شخص بجاوب صح على السؤال يلي من رح نطرحه هلا السبعة. على من الاشخاص 7، يعني اذا ما كان من هالاشخاص ما يجرب لأن حتى لو عارف الجواب بيكون ما شارك بالمسابقة، لازم يكون مشارك بالأكيد بالأربع أسئلة ومجاوب عليهم صحيح. شو سؤال اليوم؟ سؤال اليوم طبعا مع هاشتاج بوقتها عالم الصباح رمضان هو شو التوبيك يلي حكينا عنه الأسبوع الماضي؟ يعني الأسبوع الماضي نحن حكينا عن وان سوشيال ميديا كمان؟ كمان شو كان؟ اكيد نحن ما شفتوا ظاهر، ما فيني انا ساعدكم لانه ما كنتي موجوده، كانت غيدا معنا الاسبوع الماضي. طبعا الشخص يلي رح بيجاوب هلا اول شيء نحن رح ننطر رح نضل نعمل ريفريش تنشوف مين اول شخص رح بيجاوب وبيربح معنا هيدي الجائزه اليوم بنهايه الشهر الفضيل. شو اقولك؟ في عندنا جواب، في عندنا رابح. برافو. الف مبروك لمين؟ زلفا سلامة، ألف مبروك لزلفا سلامة عم بتتابعنا هلا. أكيد زلفا لازم تكون من المتابعين. مزبوط فليكر. أوكي فليكر صح، نحن الأسبوع الماضي حكينا عن فليكر يلي هو مطرح بنقدر نحط عليه صور بيشبه شوي انستغرام، بس هو أكثر كمان بنحط عليه ممكن يكون كلاود بالنسبة لنا بنحفظ عليه صور. فإذا فليكر كان موضوع الأسبوع الماضي. برافو زلفا، ألف مبروك. وشكرا لمتابعتك، بنتمنى لك أكيد عيد مجيد. تواصلي معنا ونحن رح نتواصل معك لحتى نعطيك نسلمك هالهدية. مبروك لزلفا
ومبروك لكل المتابعين بهالشهر الفضيل. ميرسي لك كاتيا، مبروك يا زلفة. شو سريعه قاعده ناطرتنا بلحظه يعني بثانيه. هلا للي ما شاركوا ما قالوا لنا هديه طرديه هيك يا ريت بركي مرت الجاي نشوف شو بنعمل. نحن اللي ربحنا مشاركتهم. كاتيا بنشوفك الاسبوع اللي جاي، خليكم معنا، رح ناخذ بريك صغير، من بعدها بنرجع بنتابع. وبتنضم لنا كندا، رح بنكون مع اردوار.